جولات كثيرة من الحوار الليبي والحل مؤجل، ولكن الأمم المتحدة تؤكد تفاؤلها وتلوح مع الدول الأوروبية أيضا بفرض عقوبات على معرقلي الحل. ولكن رغم التفاؤل، الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي ترجى إلى الأربعاء. جولة ثانية مؤجلة إذن، وجولة أولى تنتهي بالتعثر. فما أسباب الفشل في وضع حد للأزمة الليبية؟ وما العقبات أمام تحقيق التوافق الداخلي؟ والسؤال الأهم، متى سيفرض المجتمع الدولي العقوبات على المعرقلين؟ نناقش هذا الملف مع ضيفينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي دكتور حسين الشارف، ومن لندن الكاتب والباحث السياسي عبد الله الكبير. أهلا بكما إلى هذا الحوار. دكتور حسين، التفاؤل عم كل المسارات المختلفة في ليبيا نحو هذا الحل المرجو، لكن اليوم جولة ثانية من الحوار السياسي الليبي ترجى مرة جديدة. ما هو السبب دكتور حسين؟ بداية مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام وعلى السيد المحترم السيد عبد الله الكبير. أختي شانتال، أنت تعرفي جيدا أنني لست من المتفائلين، بل أنا من الواقعيين الذين ينظرون إلى الواقع بعين الواقع، لا بعين المتأمل ولا بعين المسيس. حقيقة تعرفي أن الأمم المتحدة يعني لم تدير ملف ليبيا منذ عام 2011 إلى يومنا هذا إدارة جيدة من أجل حلحلة الأزمة، بقدر ما هو إلا تمطيط للأزمة الليبية وكذلك إرادتها. الأمم المتحدة فرضت على الليبيون 75 شخصية، قد لا يعرف الليبيون إلا 5% ممن اخترتهم الأمم المتحدة. أغلب الذين اجتمعت معهم بتونس أو جلستهم على طاولة الحوار هم يحملون جنسيات أخرى، وهذا قلناه في حلقات مضت عبر شاشة سكاي نيوز. ولكن الحقيقة من يعرقل الحوار اليوم ليسوا جماعة الإخوان المسلمين، وأنا أقول بصراحة أنا ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد جماعة الليبية الإسلامية المقاتلة وضد التيارات الإسلامية المؤدلجة، ولكن من يعرقل الآن وفي هذه اللحظات هم جماعة عقيلة صالح وليس جماعة البرلمان الليبي، لأن من اختارهم عقيلة صالح للذهاب ليتحاوروا أو يناوروا باسمه داخل أروقة الأمم المتحدة في تونس هم جماعة يريدون تنصيب عقيلة صالح كرئيس للمجلس الرئاسي. عقيلة صالح فشلا ذريعا في إدارة مجلس النواب الليبي، آخر شرعية نتمسك بها ويتمسك بها كل الليبيين. فشلا ذريعا، منذ 7 أشهر لم يستطيع أن يعقد جلسة واحدة، بل انقسم هذا البرلمان المنتخب من الشارع الليبي. لذلك هناك شخصية ظهرت حديثا وتم التوقيع لها ودخلت إلى المنافسة من أجل تولي منصب رئاسة المجلس الرئاسي، وهو المستشار عبد الجواد فرج، وهو على فكرة يعني لكي يعلم المشاهد العربي والمشاهد الليبي أنه من نفس عائلة عقيلة صالح ومن نفس قبيلة عقيلة صالح، وهم أبناء عمومة يعني ممكن يلتقوا في الجد الثاني أو الثالث، ولكن الفرق بين إثنانهما 100 سنة ضوئية حقيقة. لذلك يعني شاهدنا بالأمس القريب عندما حاول مجلس النواب يعني الذهاب إلى طنجة من أجل الاجتماع ووضع آلية لكي يتعاملوا مع ما سيحدث في تونس، رفض السيد عقيلة صالح هبوط الطائرة المغربية من أجل نقل النواب الموجودين في شرق البلاد. دعنا دكتور حسين يدرك جيدا أنه الآن أصبح يعني تقدم لنا معلومات يعني بالفعل تضعنا في تساؤل، لماذا هذا التفاؤل؟ دعني أذهب إلى السيد عبد الله الكبير حتى أرى إن كان متفائلا أم متشائما من هذه التطورات. أستاذ عبد الله الكبير، دكتور حسين الشارف يسمي بالأسماء الشخصيات التي تعرقل اليوم مسار هذا الحل، هل تجدون يعني تفاؤلا في هذه المسارات؟ ولماذا، أود أن أسألك أنت أيضا، لماذا تؤجل هذه الجلسة أو الجولة الثانية؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ شنتيل ولضيفتي الدكتور حسين ولكل السادة المشاهدين. لا، في الواقع أنا لست متفائلا بأن هذه المسارات ستنجح. صحيح يبقى الأمل قائما في أنه ربما يصلون إلى
توافق، ولكن في الحقيقة من خلال تجارب سابقة سواء للكيانات الليبية الموجودة في المشهد الآن، البرلمان، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، وأيضا بعثة الأمم المتحدة وطريقة إدارتها للأزمة لا تدفعنا إلى التفاؤل، ولكن هذا لا يعني أننا فقدنا الأمل، ما زلنا متمسكون بالأمل، ونرى أن هناك الآن ضغط دولي من أجل الخروج بحل سياسي للأزمة الليبية. يبقى السؤال، هل من الممكن أن الحلول التي تنشأ وفق هذه العيوب التي تكون بها فريق الحوار السياسي، هل من الممكن أن هذه الحلول ستنجح وستلقى قبول لدى الليبيين؟ على أي حال هناك معلومات جديدة أستطيع أن أضيفها وهي حديثة جدا. قبل قليل مجلس النواب المنعقد في طنجة في جلسة غير رسمية، طبعا لأن الإعلان الدستوري لا يخولهم عقد جلسة رسمية خارج ليبيا، وإنما جلسة تشاورية اتفقوا فيها بالإجماع تقريبا على عقد جلسة رسمية بنصاب كافي في غدامس خلال الأيام المقبلة، وبالتالي ربما ننتظر قرارات مهمة من مجلس النواب إذا هم بالفعل التأموا في مدينة غدامس في جنوب ليبيا في أقصى الغرب الجنوب الغربي الليبي. لكن أستاذ عبد الله، كيف يمكن لهذه الجلسة أن تؤثر على مسارات الحل؟ يعني البعض يقول إنه اليوم بات مجلس النواب خارج المعادلة. صحيح، مجلس النواب هو ما الذي دفعهم إلى الاجتماع؟ أولا الضغوطات الدولية، هناك ضغوطات دولية دفعت أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة إعادة توحيد مجلس النواب وإحياء هذه المؤسسة. الدبلوماسية المغربية لا ننكر دورها أيضا في جمع مجلس النواب، والعامل المهم والحاسم هو أن أعضاء مجلس النواب شعروا بأن البعثة الأممية بدأت تسحب البساط من تحت أقدامهم وتوكل مهامهم أو تنقل مهامهم إلى لجنة 75 أو لجنة الحوار التي التأمت خلال الأيام القليلة الماضية في تونس. إذا كانت هذه اللجنة هي التي ستشكل المجلس الرئاسي، وهي التي ستشكل وستعلن عن رئيس الحكومة، وهي التي ربما ستمنح هذه الحكومة الموافقة، إذن ماذا بقي لمجلس النواب؟ هذا الإحساس بأن مجلس النواب أحس بأن دوره بدأ يتلاشى، وأنه لم يعد له ما يقدمه للليبيين، ترى الآن التأم، بل هناك تصريحات واضحة من أعضاء مجلس النواب أنهم يريدون الحد من هيمنة البعثة على الحل السياسي في ليبيا. خلينا نسأل دكتور حسين الشارف في هذا الإطار، إن كان بإمكان مجلس النواب المنعقد اليوم في طنجة، واللي كما تحدث أستاذ عبد الله الكبير على ما يبدو سيعقد اجتماع قريب في غدامس خلال الأيام القليلة المقبلة، إن كان بإمكانه بالفعل الحد من هيمنة الأمم المتحدة على هذا الملف كما ذكر لنا أستاذ عبد الله. تعلمي جيدا اختي شانتال يعني ان المجلس النواب هو كان يعني اعتقد الليبيون انهم انتخبوا رجال يعني يستطيعون الحفاظ على سياده ليبيا وكذلك على وحده الوطن وكذلك الى خلق مناخ من اجل المصالحه الوطنيه الحقيقيه، ولكن للاسف الشديد اصبح مجلس النواب هو جزء كبير من الازمه، انقسم على نفسه والان يجتمعون خارج حدود ليبيا. ليبيا تلك الدولة الكبيرة في الإقليم العربي، يوجد بها من المدن ويوجد بها من القرى ويوجد بها من الأرياف، بأن يجتمعوا فيها في أمن وأمان، ولكن خالفوا كل القواعد الدستورية والآن يجتمعون في المغرب. من أجل ماذا في المغرب؟ أضيف لك معلومة ثانية، من أجل الاتفاق على آلية. الآن أصبح الموجود في طرابلس والموجود في طبرق والشتات الذي يتجول بين القاهرة وتونس وبعض العواصم العربية والأوروبية أنهم سيف يفقدون مصالحهم وأنهم خارج المسار السياسي وأنهم خارج اللعبة السياسية. من يمثل مجلس النواب في الحوار في تونس؟ هم جماعة عقيلة صالح تحديدا، الذين يسعون من أجل تنصيب عقيلة صالح إلى المجلس الرئاسي، والآن عقيلة صالح أصبح الحلقة الأضعف سواء في ترشحه إلى المجلس الرئاسي أو في انعقاد جلسة مكتملة النصاب سواء في داخل ليبيا، لأن من أجندة هذه الاجتماعات، وأنا أقولها لأول مرة لسكاي نيوز عربية ولتأخذها عاجل على شاشتها،
أولى النقاط هي تفعيل اللائحة الداخلية من أجل انتخاب رئيسا لمجلس النواب خلفا عن عقيلة صالح، لأنهم يتناقشون الآن إذا كان عقيلة صالح هو الآن رئيس مجلس النواب وهو الآن ينافس على ما يسمى المجلس الرئاسي الجديد، إذن عقيلة صالح أصبح خارج الدائرة السياسية لدى مجلس النواب. عقيلة صالح حارب نواب البرقة أو ما يسميها البعض المنطقة الشرقية ورفض هبوط طائرة المملكة المغربية مرتان من أجل نقل نواب برقة إلى 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 طنجة، لأنه يعرف جيدا إذا اكتمل النصاب واكتمل نصاب هذه الجلسة فالرأس الوحيد الذي سيتم اجتثاثه ألا وهو عقيلة صالح، لأن السيد عقيلة صالح أصبح جزء معرقل وليس جزءا من الحل. الآن أعضاء مجلس النواب لا يهمهم من يتولى المجلس الرئاسي الجديد، لا يهمهم من يتولى الحكومة، بل يهمهم أن يبقوا إلى 24 ديسمبر 21 لكي يسلموا السلطة للأشخاص المنتخبين. أستاذ عبد الله، هو بطبيعة الحال يعني ما أفشل الجولة الأولى كان مسألة يعني الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي وحكومة انتقالية جديدة. أود أن أسأل سيد عبد الله، هل الإشكالية على الآلية أم على الأشخاص، الشخصيات اللي ستتولى إن كان رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية المقبلة؟ لا، الحقيقة أن الآليات تقريبا وضعوا أربع آليات لاختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة، وتقريبا أستطيع أن أقول أن الآليات الثلاثة متشابهة، بمعنى أن كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية يختار ممثلا له في المجلس الرئاسي، ثم بعد ذلك القاعة تختار رئيس للمجلس الرئاسي على أن يكون رئيس الحكومة فيما بعد من إقليم مختلف عن الإقليم الذي ينتمي له رئيس المجلس الرئاسي. يعني هكذا بصراحة ستكون محاصصة. رئيس المجلس الرئاسي إذا كان من برقة، وعقيلة صالح يطمح كثيرا إلى هذا المنصب، فرئيس الحكومة سيكون من غرب ليبيا أو من إقليم طرابلس. وبالعكس إذا كان رئيس المجلس الرئاسي من إقليم طرابلس كما هو الحال السراج الآن، سيكون رئيس الحكومة من برقة. الآليات تقريبا متشابهة ما عدا آلية واحدة تقول أن القاعة كلها أي 75 هم الذين يختارون بالتصويت، لكن ليس الخلاف حول الآلية، الخلاف حول الشخصيات. هناك شخصيات تنافس وتريد الآن وتتحرك بين العواصم الدولية والعواصم العربية من أجل دعمها في حصولها على منصب، وتحديدا هم ثلاثة: السيد عقيلة صالح والسيد فتحي بشاغة والسيد محمد معين الكيخي. هذه الشخصيات الثلاثة تتنافس على هذه المناصب. هذا هو الخلاف الرئيسي. طيب، آخر المعلومات حتى يعني ننطلق إلى نقطة أخرى أستاذ عبد الله، عذرني على المقاطعة، لكن حتى لا يبقى حوارنا محصورا فقط في الشخصيات، دكتور حسين الشارف، هناك تفاؤل كبير بإجراء انتخابات في 24 من ديسمبر 2021، وبالتالي في هذا الإطار هل يمكن بالفعل البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال الجولة الأولى، أم أنه الأمر مشكك فيه أيضا؟ سيدتي، انت تعلمي جيدا الأمم المتحدة الآن مصرة والمجتمع الدولي مصر إصرار تام على إنشاء مجلس رئاسي وكذلك حكومة، وقلتها في حلقات عديدة وخاصة مع حضرتك أن الطبقة قد استوت والأشخاص جاهزون وهم تدارسوا كافة الشخصيات وكافة الملفات أو السير الذاتية المقدمة لديهم. نحن حتى هذا الحوار وما سينتج عن هذا الحوار كل الليبيون ليسوا مشاركين فيه. إذا كانت السيادة الشعب ليس مشارك فيه، وإذا كانت مصدر السلطات هو الشعب الليبي غير ممثل في هذا الحوار، ولكن الشعب الليبي قبل بهذا الاتفاق، وحتى وإن كان أعرجا وغير صحيح، ولكن الشعب الليبي ينتظر بعين المتفائل، ينتظر بعين المتأمل إلى 24 ديسمبر 2021 من أجل انتخابات برلمانية ورئاسية. نحن تحملنا كافة سياسيين الصدفة منذ عام 2011 إلى هذه اللحظة التي أتحدث معك فيها، قالوا الليبيون وما لنا لا نتحمل هذا العام، وإن كان
عام شقاء أو عام البقاء، ولكن لكي ينتظر ولكي يتطوق ولكي يتشوق الليبيين إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة. إذا الليبيون اختاروا الإسلام السياسي، إذا الشعب الليبي يقبل هذه الفئة وعلينا أن نتقبلها، وإن رفضوها فالمجتمع الدولي عليه أن يحصن بقرارات أممية من يعرقل أي انتخابات قادمة، وألا يعرقل مخرجات الانتخابات مثل ما حصل عام 2014. لذلك نحن حتى وإن كان الرجل توجد فيه إعاقة أو هذا الاتفاق اتفاق معيب، علينا أن نتحمل، الليبيون تحملوا 9 أعوام، وعلينا أن نتحمل هذا العام لكي نضيف 10، ولعلها تكون 10 سنوات العجاف أن يأتيها ما بعدها 100 عام خير وبقاء ونماء لكل الليبيين بانتخابات برلمانية ورئاسية. طيب. في 24 ديسمبر 2021. سنذهب معكما إلى المسار العسكري قليلا. أستاذ عبدالله الكبير، هناك من يرى أن هذا المسار يسير بشكل أفضل، هل توافقون على ذلك أم أنه أيضا هناك معوقات ستقف في ما يمكن أن يخرج عن هذه الاجتماعات؟ الحقيقة أن الاجتماعات العسكرية اجتماعات 5+5 حسب التصريحات التي نسمعها سواء من البعثة الأممية أو من الضباط الذين يشاركون في هذه الحوارات، كلها تؤكد على وصولهم إلى تفاهمات وإلى اتفاقات، لكن على الأرض تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض لم نرى تقدم حقيقي. مثلا على سبيل المثال الإعلان عن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، هذا الأمر لم يتم حتى الآن. أيضا المرتزقة والقوات الأجنبية رغم الاتفاق على أنها لابد أن تغادر خلال 3 أشهر، لكن لا نرى أن الدول التي تتبعها هذه القوات أو هؤلاء المرتزقة لا نراها ترحب بهذه الاتفاقيات بين الليبيين. حتى الآن ربما نجحت اللجنة والتوافق العسكري نجح في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن بقية الخطوات الأخرى سحب المقاتلين، سحب القوات من خطوط التماس، فتح الطرق، إجراءات بناء الثقة، هذه ما تزال لم تنفذ. بالإضافة إلى أصلا من لديه سلطة أخرى. أستاذ عبدالله الكبير، من لديه سلطة على نفوذ هذه الميليشيات في الميدان، وهي اليوم تتحكم بالمشهد، أليس كذلك؟ لا، الحقيقة أن بعض الميليشيات أو بعض التشكيلات المسلحة من الممكن أن تشكل عائق، لكن إذا رأت أن الأمور بدأت تتجه نحو تهدئة جبهات القتال، نحو هدنة طويلة وحقيقية، بدأت الأطراف السياسية تتوافق. العقبة الرئيسية إذا تم تشكيل حكومة، إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوافقوا، بالمناسبة مسألة المجلس الرئاسي قد تلغى، هذه معلومات جديدة، قد يلغى، قد من المقترحات الجديدة والتي تحظى بالأغلبية إلغاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي الحالي وعدم تشكيل مجلس رئاسي جديد. إذن حلم السيد عقيلة صالح وربما غيره من الشخصيات بدأ يتهاوى، والاكتفاء بحكومة وحدة وطنية، حكومة تكنوقراط، ويتولى البرلمان الذي نتمنى أن يبقى في التئامه وفي اجتماعه وأن يصل إلى توافقات، أن يبقى مساندا لهذه الحكومة لتهيئة البلاد لانتخابات جديدة في 24 ديسمبر. هذه الخطوات لو تمت ستنعكس على الاتفاق السياسي، على الاتفاق العسكري، وستدفع كل التشكيلات المسلحة إلى الرضوخ. لكن بقاء الحالة غائمة على المستوى السياسي، بقاء الأجواء متوترة سياسيا، ففي اعتقادي هذا قد يهدد بنصف الحالة الهشة من وقف إطلاق النار. المساران مرتبطان بشكل عضوي وبشكل مباشر، وكلاهما يؤثر في الآخر. لذلك نرى البعثة الأممية تتحرك بين المسارين، بين المسار العسكري والمسار السياسي، على أمل أن تحقيق تقدم في هذا المسار سوف ينعكس على المسار الآخر. دكتور حسين الشارف، التوافق الداخلي إن حصل كما يتحدث أستاذ عبدالله الكبير، هل ينهي التدخلات الخارجية والأجندات الخارجية التي تحاك لليبيا ومنها إخراج المرتزقة؟ سيدتي، إذا نحن دائما نعول على المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، إذا اتفق العسكريون سيفتحون أفق كبيرة في ليبيا، ولكن
أنت تعلمي جيدا أن العاصمة الليبية طرابلس عاصمة القرار السيادي وعاصمة القرار السياسي، توجد بها ثلاث أنواع من الميليشيات. ميليشيات تبدس إدارات الدولة وهذه يمكن التعامل معها والتفاهم معها، ولكن هناك ميليشياتان خطيرتان يعني إرهابيتان لا تؤمنان ببناء الدولة الوطنية ولا يؤمنان ولا تؤمنان بالمؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية، ألا وهي ميليشيات جماعة تنظيم الإخوان المسلمين الجناح العسكري لما يسمى بالعدالة والبناء، وكذلك ميليشيات الليبية الإسلامية المقاتلة إحدى فروع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا والتي يقودها الصادق الغرياني مفتيها الصادق الغرياني وأميرها عبد الحكيم بالحاج. هاتان الميليشيتان هن من يسيطرن على غرب ليبيا، وهن من تحتضن كل الميليشيات من أصقاع الأرض سواء التي أدى بها أردوغان أو أصحاب الأفكار المتطرفة الإرهابية. هي من احتضنت داعش في بنغازي ودرنا وجدابيا وكذلك جنوب ليبي، وهي من تحتضن داعش في طرابلس الغرب. لذلك نحن دائما نقول أن من ينفذ من جانب القيادة العامة للجيش الوطني الليبي هي مجموعة تعي ما تقول، لأن من مساعد إلى مدينة سرت إلى آخر الجنوب لا توجد أي ميليشيات إسلاموية أيديولوجية لا تؤمن بثوابت الدولة الوطنية، ولكن الطرف الآخر ونحن يعني نلتمس لهم العذر، يريدون الأمن، يريدون الأمان، يريدون توحيد المؤسسات، يريدون الدولة الوطنية بجيشها وبأمنها وبمؤسساتها الأمنية والشرطية، ولكن هناك أمر خطير جدا ورأينا ذلك عندما رفض وزير الدفاع ما يسمى بحكومة السراج اللواء، ما يسمى اللواء أسامة أجويري الذي يحمل فكر إخوان المسلمين أنه ينسف كل الاتفاقات الأمنية والعسكرية، ورأينا كذلك صلاح بادي أحد أكبر قادة ميليشيات مدينة مصراتة الإرهابية وهو يرفض سواء ما يدور بين اللجنة العشرة أو ما يدور في تونس، ورأينا تصريحات أخرى من مجموعات إرهابية لا تريد لليبيا أن تتوحد ولا تريد للمؤسسات الأمنية أن تقوم بذلك. وهنا السؤال الأكبر دكتور حسين أستاذ عبد الله، وقطر بالفعل هذا هو السؤال الأكبر، يعني في ظل استمرار هذه التدخلات الخارجية وهذا التمسك بالاتفاقيات التي أبرمت مع حكومة الوفاق سابقا إن كان من قبل تركيا أو من قبل قطر، أستاذ عبد الله كيف يمكن النظر إلى مستقبل هذا التوافق؟ كيف يمكن الحديث أصلا عن توافق ليبي في ظل استمرار هذه المخططات؟ طبعا حسب ما طرح في حوار تونس في موضوع الاتفاقات المبرمة بين حكومة الوفاق أو مذكرات التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق والحكومات الأخرى، والمقصود طبعا هي مذكرة التفاهم مع تركيا، هذه تقريبا اتفقوا على أن السلطة الجديدة المشكلة لا علاقة لها بهذه الاتفاقيات ولا تملك صلاحية إلغاؤها ولا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات جديدة. تم الاتفاق مبدئيا ولا نعرف هل سيؤكد هذا الاتفاق وسيضم ضمن الاتفاق السياسي إذا ما اتفقوا أو لا يتفقون، ويبقى هذا الموضوع مؤجل إلى أن تأتي حكومة منتخبة. عندما تأتي حكومة منتخبة وعندما يأتي برلمان منتخب بعد انتخابات 24 من ديسمبر إن جرت أو إن أجريت، هذا البرلمان هو الذي يملك صلاحية إلغاء مذكرات التفاهم وإبرام الاتفاقيات. هذا مبدئيا. النقطة الأخرى بالنسبة للمرتزقة والقوات الأجنبية سواء التي جلبتها تركيا أو التي جلبتها روسيا، إذا خرجت فستخرج في وقت متزامن، وإذا لم تتعاون روسيا وتركيا فلن تخرج، لأن حتى البعثة الأممية أثبتت أنها عاجزة وقالت ننتظر من الدول المنخرطة في النزاع الليبي أن تسحب مقاتليها ومرتزقتها. سؤال قبل ما نختم، هو انتهى وقت اللقاء، لكن دكتور حسين الشارف في موقف لافت جاء للدول الأوروبية اللي دعمت يعني ما يخرج عن هذه اللقاءات، وأيضا هددت بفرض عقوبات على من يعرقل مسارات الحل، هل سيكون لهذه المواقف أي تأثير على أجندات المعرقلين أيضا؟ أختي شنتال، أنت تعرفي جيدا أن الدول الخمسة الكبرى النافذة في مجلس الأمن لم تتفق على الحالة الليبية بعد.
عندما تتفق الخمسة الكبرى ستنتهي كل الإشكالات في السياسية أو العسكرية على الأرض الليبية. قطر وتركيا لا تتحركان بمفردهما، وإنما لكل منهما راعٍ في مجلس الأمن. لذلك أنا لا أنتظر يعني تفاؤل كبير مما سينتج عن تونس أو ما بعد حتى انتخابات 24 ديسمبر 2021 ما لم يتفق الغول الكبير ألا وهو الخمس الكبرى النافذة والتي تمتلك الفيتو داخل مجلس الأمن. نتمنى الله السلامة لشعبنا، ونتمنى الله الحرية إلى ليبيا، ونتمنى الله أن تكون ليبيا بؤرة أمن وأمان وسلام، وألا تكون بؤرة إرهاب وعدم استقرار تهدد سواء كان الأمن الإقليمي أو الدولي. شكرا جزيلا لضيفينا الليلة في هذا الحوار. من القاهرة كان معنا الكاتب والباحث السياسي الليبي الدكتور حسين الشارف، ومن لندن الكاتب والباحث السياسي عبد الله الكبير. شكرا لكم.